النهارده ملايين الناس عيونهم على ام بي سي 1 وام بي سي عراق عشان معانا نجم كسر كل الارقام القياسيه في فتره كمان قياسيه. خلال شهور قليله قدر يسيطر على السوشيال ميديا باغانيه اللي بيكتبها ويلحنها بنفسه، والملايين كلهم بيسمعوها وبيحبوها. خلونا دلوقتي نسمع ونشوف وبعدين نستقبل. يلا. غامض حقيقي ومبدع، وبظرف 7 أشهر بس قدر يثبت نفسه كأحد أبرز الفنانين الصاعدين بالعالم العربي اليوم. وبعد شو بعد هاي السنين كتبت الأغاني مش لا ترجع ولا تلين، لا توقف عباب أنا مش عارف أنت مين. محمد الأخرس أو الأخرس، فنان أردني شاب بيكتب وبيلحن كل أغانيه بنفسه، معروف بإحساسه العالي وصوته الدافئ وقربه للشباب من خلال أغاني اللي بتعبر عنهم وعن قصصهم. ما توقعت في يوم إنك أنت تبيع حب سنين يضيع وأبكي همانا عليك أنت هان. من يا ريتك هون لكان يا مكان، آخر خريف، لساتني جنبي، وبعد شو، أغاني حققت أكثر من 130 مليون مشاهدة على قناته على اليوتيوب، وكمان تصدرت ترند الموسيقى على مختلف منصات مواقع التواصل والمنصات الموسيقية. يا ألف أهلا وسهلا بالأخرس معنا بلايف ستايل. يا بلبي أهلا وسهلا فيكم. يا أهلا وسهلا بيكم. و thank you so much على الاستضافة الجميلة، عن جد شكرا. يا أهلا. كتير مبسوط فيكم. إحنا مبسوطين. طيب أخرس، الصفات اللي اتكلمنا عنها في التقرير حقيقي بتنطبق عليك، وهي أنك أنت حقيقي ومبدع وغامض. بس قول لي بقى، إيه سر الوصفة السحرية اللي خلتك توصل لقلوب الناس كلها وتسمعك في شهور قليلة؟ يعني مثلا تفتكر نوع المزيكا اللي بتقدمها، أدائك، صوتك؟ هو قبيل يعني كل شيء ميكس ما بين كل هاي الاشياء اللي حكيتها. طبعا كل شيء يعني بالبدايه بدي كنت وفي من رب العالمين الحمد لله، عرفت علي؟ يعني حب الناس ما بيجي هيك، فهمت علي؟ مش يعني هو توفيق من رب العالمين بالبدايه. ونوع الموسيقى اللي بلشنا نعمله من جديد عم بشد الناس وعم بجذب الناس اللي يسمعوا، لانه يعني شوف ممكن تكون انت بتحكي شيء حقيقي، صح؟ بتوصف مثلا قصة صارت مع حدا، عرفت علي؟ يعني something they can relate to. الناس والشباب فلهيك. مساء الخير. مساء الفل. يا أهلا حبيبنا مؤيد الأخرس، أهلا وسهلا. يا هلا مؤيد حبيبي، أهلا وسهلا حبيبي. صراحة عندي كذا حاجة بسيطة نفسي أعرفها من أول، كيف كان إحساسك أول ما وصلت أول مليون على اليوتيوب؟ اوه لو احكي لكم انا عملت حفله بيني وبين حالي، يعني عملت حفله لحالي لانه كنت وقتها بدبي وكنت لحالي يعني بالفتره هذه، فيا جد احتفلت مع حالي وكثير كثير كنت مبسوط، كثير كان شعور غريب، عرفت علي؟ ما كنت متوقع انه في يوم من الايام اوصل لهذا الشيء. الحمد لله هلا اكيد الحمد لله على كل شيء. واصلا مع اول مليون حققته، شو اول قرار اخذته؟ هلا كان في قرار ما بين اني انا اكون بدبي ادور على شغل، لانه انا يعني خسرت شغلي بظروف كورونا لهيك غنيت، يعني قصه حكيتها بكثير اماكن. بس الفكره اللي عم بتصير انه بوقتها كنت خلص مخير ما بين انا ابلش شغل جديد واكمل الحياه اللي كنت عايشها، او اني اتخذ قرار جدا صعب. ما هو ده بقى اللي انا عايز اتكلم معك. انت بالنسبه لي بصراحه قصه نجاحك ملهمه جدا، يعني انت خسرت شغلك بسبب ازمه كورونا، وقعدت مع نفسك في البيت زي ما كلنا قعدنا، بس انت لما قعدت مع نفسك قررت تطلع الفنان اللي جواك 100%. ازاي خسرت شخصيه الموظف دي تبقى شخصيه تقليديه، موظف وخريج اداره اعمال، ورحت ان انت بقيت فنان؟ ايه اللي حصل؟ مش عارف. اما هي هاي الفكره، هي الفكره انه بهذيك الفتره كنت يعني مخير ما بين كثير اشياء يعني، فانا قررت بوقتها انه خلاص اترك الحياه كلها واروح ارجع يعني لعمان. انت استفدت من الكورونا كثيره. استفدت منها اكثر من ما خسرتها. حلو. فهيك فبلشت القصه زي هيك، وكان كثير صعب هذاك الوقت، لكن يعني اول خطوه اتخذتها اني مسكت كل بدلاتي. ايوه اللي بتاعت الشغل. ايوه بالضبط اللي بتاعت الموظف، مسكتهم كلهم زي هيك لفهم كيس. يس. فهاي اول خطوه، كانت احلى خطوه اللي صارت بحياتي. مش هتلبس بدل تاني مدى الحياه. انا يا دوب هيك.